وحماية للأطفال والراشدين معا، المزيد من شركات الطيران الكبرى تحضر استخدام جالاكسي نوت 7. أما السبب فالخوف من بطاريته القابلة للاشتعال. قضية خطر اشتعال بطارية الهاتف الذكي من طراز جالاكسي نوت 7 الذي تنتجه شركة سامسونج لا تزال تتفاعل، إذ حضت الشركة مستخدمي نوت 7 على تسليم هواتفهم في أسرع وقت ممكن في إطار عملية سحب تستهدف الحد من الأضرار التي قد تسببها هذه الأجهزة. وكانت الشركة أعلنت أخيرا أنها ستستبدل جميع هواتف نوت 7 في أسواق دول العالم بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في انتكاسة مكلفة لشركة كانت تعول على الجهاز لتعزيز القوة الدافعة للمبيعات في وقت يطرح فيه منافسون أجهزة جديدة. وتعرض الشركة الكورية الجنوبية استبدال جميع هواتف نوت 7 المتضررة بأجهزة ذات بطاريات آمنة. خطوة الشركة تأتي عقب إعلان لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن على ملاك الهاتف الذكي هذا توقف عن استخدام الجهاز وإغلاقه بسبب خطر اشتعال البطارية. وحظر نوت 7 طال أيضا الجو، إذ منعت أخيرا شركات طيران كبرى حول العالم استخدامه بعدما نصحت هيئة أمريكية المسافرين بعدم شحن الهاتف أو فتحه أثناء رحلات الطيران.